أهلا شوقا وأمانا يقصي الأحزان. يا رمضان اللهم صل على رسول الله. والله صلوا على النبي، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. نجحني. ليش لفيت انت؟ سرور لفيت. ايش فيك اني كني والله والله مجلس عليه ما ادري. خلينا نشوف ايش فينا، خلينا نشوف وش الموضوع. يجي هنا شفت الحركه، يجي ازين هنا ونشوف من اللي ايد الحركه. لا خلينا نحجز هنا ازين له، ما في شفت الحركه وش سحب لي كرسي مجلس والله مجلس ترى. احنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا عندنا دائما كل يوم نقاش هنا على الطاوله ونراجع الموضوع. زي ما جيت امس كان موضوع حلو بس ان اخذناه على الجلسه هناك. قبلها من كان يطرح موضوع سعد؟ سعد حلو. اليوم الموضوع عند اخونا سرور. والله لا حمسك عمي، الله يسلمك طول عمرك. بس قبل نبدا في موضوعنا بس نبي نقول المتابعين والجمهور معنا يقدرون يشاركونا في الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه، اللي هو موضوعنا اليوم عن ايش؟ عن الاختلاف. الاختلاف تمام. على هاشتاج شور بيت، على هاشتاج شور بيت. شور بيت هو ثلاثة. اي ثلاثة. لا نسحب البيز من هنا. جميل. فتقدرون تشاركونا ان شاء الله اخر هذه يعني بعد ان شاء الله 20 دقيقة او اقل بنتشارك معهم، نقرا بعض التغريدات اللي يكون داخلين معنا في رايهم. يا سلام. في فقره النقاش اللي بنتكلم فيها اليوم. الفقره مدتها 10 دقائق مو 20 دقيقه. ده 25 25 دقيقه. فالريبيز هنا رجع اليوم 25 دقيقه. طب على اي اساس امس مجيد؟ احنا امس مات باللي فيه. فتوقع هذا الاختلاف. انا ببدا الفكره بالاختلاف. انا اختلاف الان هنا ولا لا مجيد؟ صح مجيد اتطبق ابو فزان. اختلاف يعني اليوم 25 دقيقه وامس 3 دقائق. دقيقه خله خله اللهم سمح لي اذا قضى سمح لي. طيب يا اخي هذا الاختلاف ما فكره الموضوع الاختلاف نبدا فيه باختلاف. اي والله صح تصدق. اي والله صح. طيب طيب جميل. المهم اول محور نبي نتكلم فيه يا شباب وهو هل الاختلاف تمام هل هو ضروري في الحياه او ان لازم يكون الجميع متفق؟ ضروري. لا لا. الاختلاف مو ضروري يعني مو لازم متفقين بس مو ضروري الاختلاف. لولا الاختلاف لبارت السلع، لولا اختلاف الأدوات. هل هو ضروري في الحياه؟ انا اقول منها هل هو ضروري الاختلاف. نعم. هل هو ضروري في الحياه؟ نعم. اختلاف بايش؟ بالاسلوب واللبس الاختلاف والأكل. الاختلاف بشكل عام مو ضروري. لا طبيعي انا اشوفه طبيعي. طبيعي وجوده من عدمه مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. طيب صار غير ضروري قنعوا يا شباب. لا مؤثر طبيعي. طيب وجوده طبيعي ومؤثر يعني يدلنا ضروري وجوده. اي وجوده طبيعي. طيب فارس مو ضروري طبيعي. خلينا ناخذ من اللي معه ومن اللي ضد بعدين ندخل كل واحد يقول وجهه نظره. لانه له سياقات كثيره يا سرور. جميل. يعني في اختلاف في اختلافات في اختلافات في الذوق، في اختلافات في العطر، في اختلافات في اللبس، في اختلافات في الاكل، في الشرب، في النوم، في السفريه. هلو يعني ولا تقصد اختلافات في الاراء؟ في الاراء نتكلم عن الاختلاف بشكل عام. هاي ثالث مره اعيدها يا محمود. طبيعي ما هو ضروري وغير ضروري. لا طبيعي وجوده. عشان بس نوضح نقطه الاختلاف الندين تقصد؟ لا لا اتكلم عن ايوه الاختلاف في اي كان الاختلاف. ما تتكلم عن التنوع، اتكلم عن الاختلاف. لا لا انا اتكلم عن الاختلاف. اي واضح بالضبط. فايش رايك يا فارس؟ انا معكم في اللي تبغونه بس بقول لك شيء. انا مسكت لي سخونه. حلو لا تركزون علي اليوم مره. الاختلاف انا مع الاختلاف. مع الاختلاف اي واقدر اللي يختلف معه. جميل. عبد المجيد تبغى تسمع مع او ضد ولا تبغى نتكلم؟ برر. لا الان عطنا مع او ضد. انا مع الاختلاف بعدين نرجع نبرر الموضوع. انا مع الاختلاف. انا مع. امر طبيعي وامر صحي اصلا الانسان. طيب قولوا لا اله الا الله. حق لا اله الا الله دام انه في ثلاثه مع انا ضد. الهي ما خلصنا الى الان. لا في واحد اثنين ثلاثه اختلاف. انك تصير حالك. اي اوكي. طيب اسلم. لا انا مع الاختلاف. انت مع الاختلاف. انا ضد. ضد الاختلاف. أي. جميل. طيب انت ما اسمع رايك. طيب انا مع الاختلاف. خلاص انا ضد لحالي. طيب خلاص تقولوا لي ليش؟ تقولوا لي ليش؟ نسمع وجهه نظرك بما انك انت المختلف الوحيد. انا المختلف الوحيد بينكم. الوحيد اللي ليش انا ضد؟ حلو لانه انا مقتنع في حاجه لا تختلف معي فيها. انا مقتنع فيها خلاص. خلنا نقتنع المقتنع. يا سلام حلو طيب يعني انت ضد الاختلاف من هالناحيه. شلون 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 من كل نوع. انا مقتنع في شيء. ايه خلاص إيه؟ حتى لو انا غلط اها ما ابغاك تغيره.
ما تبغاني اغير انا؟ لان قناعتك قناعتك خلاص يعني اذا اختلفت معك ايش اللي تسوي انت مو بصح انا بالنسبه لي انت تشوفه صح انا اشوفه خطا اختلفنا بس انا ما قلت لك نختلف انا وياك انا ما بسمع اختلافك انا ما بختلف معك هو يقول لك ما يبغى يسمح لك بالاختلاف ما راح اسمح لك تختلف معايا يعني هو ما يراك شيء اساسا عشان تختلف مو اراك لا والله العين على راسي لا تختلف في المشكله لا انا قال في مشكله عنده هو اصلا لا انا لو تيجي تختلف مين بلكتك عشان ما اسمع اختلافك مره بس طب يعني انت كذا افهم انك انت من اصحاب مصادره الاراء عدم سماع الاختلاف يعني يا انك معي معي ولا لا تصير شو ايوه معي ولا لا تصير ضدي لم تكن معي فانت ضدي نعم انت مع هذه القاعده نعم انا ضد اهم شيء انك انت مع القاعده لازم نطلع بحاجه جميل احنا بنحاول نقنعك سلام هذا هو بما انك انت مختلف انت جبت حدث جميل ان احنا بيكون بيننا الحين حوار ونقاش على انك يا انك تصير معنا يا ان نصير معك بإيمانه بالاختلاف يعني بإيمانه بالاختلاف من عدمه بدون معاناة اقتنع خلق قناعة طيب اذا اقتنعت قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله احنا الان نمثل احنا الستة اكثر من كم مشاهد القناة مليار صح جميل نمثل مليار مشاهد في منهم اللي مع في منهم اللي ضد في منهم صحيح. اللي وسط في ناس انا الان ضد انا مع الناس اللي يمثلون ضد وانتم اللي تمثلون مع طيب تمام خلاص احنا قهوة احنا نجي عندك عبد المجيد ايش تعليقك على الاختلاف بخصوص الاختلاف طبعا هو امر انا من وجهة نظري انه واجب يصير في الحياة جميل يعني كانك تقول مثلا هل هو مهم ان يفتح عيونه يجي تمشي طبيعي انه يصير مهم الموضوع وين انه قامت الحياة على سالب وموجب انه اذا تلاقن هذول الاثنين على طول يحدث نتيجة يا سلام جميل الموضوع وين انه السالب والموجب هي الاراء المختلفة وش جمال انه يصير عندك زوجة كل شيء تم فيه خضوع وفيه شيء اسمه ما في راي اذا ما كان في راي هنا في مشكله الموضوع وين بس على طيران سريع عند المويه في الحين مويه حيه ومويه ميته كذا اسمها العلمي الماء الحي والماء الميت وش الفرق بينهم الماء الميت هو اللي مكوناته زي مكونات الماء اللي داخلك اذا صار هذا سالب الماء وهذا سالب اللي داخلك وشربته يضر جسمك فلذلك لازم تشرب مويه حيه تصير هي موجبه والمويه اللي داخلك سالبه متى تصير عاد نفصل بعدين فجميل انه يكون في اختلاف علشان تنتج فكره جميل طيب بعلمك سبحان الله الاختلاف يعني ان صحت العباره انا ما ادري يعني عن صحتها بالضبط لكنها هي حتى الاختلاف لو قلنا مثلا الاختلاف في الدين ربما تكون رحمه للناس نعم هي رحمه للناس صحيح. لأن طبيعة البشر تختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان يعني هذا إذا قلنا الدين وإحنا صراحة الدين نخلي لأهل الدين بكل أمانة لو خلنا نتكلم عن الاختلاف في أمورنا وفي حياتنا اليومية يعني لولا الله ثم يعني لولا يعني الاختلاف مش موجود في حياتنا كان شفت الناس على سليقة واحدة في أمورهم الحياتية الدنيوية بكل أمان كلنا على شكل واحد على مود واحد على حياة واحدة فالاختلاف دائما ترى الاختلاف بمعطيه الاختلاف يزرع في عيوننا شيء جميل عرفت يخلي شيء جميل قدامك فنشوف أنه أمر طبيعي أمر بل يصل إلى أنه أمر صحي للإنسان جميل أنا تعليقي على الموضوع أني أشوف الاختلاف طبيعي لأن الله سبحانه وتعالى أساسا من سننه الكونية وضع هذا الاختلاف من ضمن الاختلاف اللي هو الجزاء النهائي في الجنة الله سبحانه وتعالى وضع الجنة منازل نعم حتى في النار للعقاب والعذاب الله سبحانه وتعالى وضعه إيش منازل مختلف فيه على الجنة وأوسط الجنة فحتى جزاء الله سبحانه وتعالى لنا مختلف حلو حتى بعض الناس في تعاطيها للأمور مختلف يعني الآن في ناس يرى أنه لما يتصدق في شيء معين يتصدق في عمل أو يتصدق في وقف حلو يرى أنه استثمار مع الله سبحانه وتعالى كبير وفي ناس لما مثلا يطالع فيه ناس تتكلم عن وقف أو شيء يقول يا أخي اتصدق في الوقف ليش أنا اتصدق في الوقف هذا أنا خلاص اتصدق هنا وكذا كذا يعني اختلاف تعاطيه مع الأمر ذا في واحد ينظر له أنه استثمار في وقف صناعة المعروف في واحد ينظر لها يقول لا أنا أشوف أني أتصدق في المسجد مثلا صدقة معينة ولا صدقة مثلا بوقف وصلت الصورة في الفكرة أنه الإنسان يتعاطى مع الأمور بشكل بعيد المدى وهذا ما يميز الاختلاف جميل حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم ميز الصحابة وميز خديجة
رضي الله عنه عن باقي أمهات المؤمنين لمواقفها، فالاختلاف طبيعي وردود فعلنا مع الأشخاص مبنية على رؤيتنا لهم. أكيد. تعليقك مني؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا الاختلاف بالشعوب، باللغات، باللون. حسنت. هذا هو الاختلاف. أما مسألة اختلاف بالرأي، أنا مثلا الحين لو أختلف مع مجيد برأي يحاول يقنعني، معني أشوف أنه صح ماني مقتنع، بس لما أرجع لحالي أراجع الكلام اللي قاله لي عبد المجيد، أنا كنت هنا زي ما أخذته العزة بالإثم، أنا هنا متكابر أني ما أسمع كلامي. أحسن. كيف هذا يصلح؟ تحول الأمر صحيح. كيف هذا؟ بس لما أجلس لحالي، لو والله صادق عبد المجيد اللي أنا سويته خطأ، لو والله صادق المشروع اللي كان ينصحني فيه أني ما أدخله صح. هذا صح أنه له سلبيات، بس أني أنا متعالي. الاختلاف مطلوب بالحياة. طيب. ولو ما اختلفت مع أي شخص بكلام، باختلاف بالفعل، بالفعل مو بالقول، بالفعل نلاحظ اختلاف. طيب إذا تسمح لي بس بقول حاجة، مهما صار اختلاف، بس في نقطة بقولها، مهما صار اختلاف لا تخسرني ولا أخسرك. وجهة نظر أنا عندي أنه في ناس ممكن عندها رأي وعندها منطوق وعندها منظور ثاني، بس توصلك إياه بطريقة ما هي بحلوة، ما هي بزينة، تكرك في الشخص نفسه وتكرك أصلاً أنك تختلف. ويقول لك في ما مقولة يعني ما في مقولة أكره الشخص. في مقولة يقول إذا الاختلاف إذا كان يؤدي إلى الخلاف، الاختلاف إذا يؤدي إلى الخلاف فمن الأفضل أنه ما يناقش. صحيح. في حتى أيضا في يعني قال لي عبد المجيد الفوزان قبل فترة كنا جالسين، قال في بروتوكول عندنا في الإسلام، يعني حتى في النصح، يعني مثلا أنت مختلف معي في مقطع، مختلف معي في حاجة، مختلف في شيء أنت ما عجبك، تبدأها بالسلام عليكم. أول حاجة السلام عليكم، فهمت؟ يعني تهدية الأمور، تهدية الأمور وتخش. أما نظام أنك أنت مو عاجبك شيء إلا تبغاني أمشي على رأيك، لا والله ما أمشي عليه، أمشي على رأيي أنا اللي مقتنع فيه. الشيطان يا رجال، أبشر أبشر. لا صدق صدق، يعني أنت سعد، أنت سعد سرور الآن، أنت ماسك اللابتوب خلاص، أنا لو أجيك أقول لك السلام عليكم سرور حبيبي، اللابتوب أنت ماسكه زين، لطافة، يا ليت أنك تمسكه زين، بس شوي كذا تودي كذا يكون أفضل، يكون أفضل خلاص. إيش بتقول؟ على خشمه، على خشمه. لكن لو أجيك وش ذا، كيف ماسك أنت ذا، أنت مأهبل، أنت شيله شيله بس اقلع هناك، إيش بتقول؟ لا والله خليه، والله ما أتقبله، خليه. فهذه هي النقطة الجميلة اللي كنت أوضحها، كانت نقطة جدا وفعلا مميزة. نقطة جميلة من شخص جميل حبيبي. النقطة الثانية اللي عادة تكون أسباب أسباب الخلاف، أنا ما باخذ ترى الحوار، بس إنه أنا باطي رأي أنا الآن فيه. عادة أنا من الأشخاص اللي أنا أشوف الخلاف، مش الخلاف، الاختلاف عادة يطور. يعني مثلا لما أجي أنا أقول فكرة ومحمود يقول فكرة، تمام، له وجهة نظرة في فكرته ولي وجهة نظرة في فكرتي، فلما أنا أختلف أنا معه في هذه الجزئية يبدأ محمود نتناقش أنا وياه، فنطلع أنا وياه بفكرة أفضل من فكرتي وفكرته. صحيح. إيه، فعادة الاختلاف اللي يصير بيننا يطلع بشيء أفضل. صحيح. الاختلاف دائما يولد، أنا في وجهة نظر إنه الاختلاف يولد دائما الشيء الأفضل. في 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 مقولة لهذا، افتح تويتر، بس افتح تويتر يا رميز. شو اسمه المقولة اللي يقول الشافعي، وش كان يقول مقولته؟ يقول أنا اللي هو أنا أحتمل الصواب، رأي صواب، صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. نعم. فلما أنت تبني هذا يعني تخلي هذه قاعدة أساسية، الاحتمالية عندك أن أنت ممكن تقول صح لكن أن احتمالية أنه يكون خطأ، وفي نفس الوقت ممكن يكون اللي أنت تشوفه خطأ هو احتمالية أنه هو الصواب، ولابد يعني هذا من مبدأ إحسان الظن في الآخر. بالضبط، إحسان الظن، وفي أن الاختلاف لا يفسد الود قضية. فلما يجي عندك الاختلاف عادة إذا صار فيه الاختلافات أنها تكون، إحنا العنوان عندنا تعالوا نختلف، نختلف يا سلام. فلما تسمع أنت تعال نختلف تقول وش اللي تعال نختلف؟ تدعي المشاكل. إيه، يعني أنت وش قاعد تقول إنك تعال نختلف؟ لكن الاختلاف عادة يكون في شيء أفضل. نبي نجي للجزئية عشان ما نتأخر. طيب، أهمية التعامل معه، من الأشياء اللي ذكرها حبيبنا الجميل فارس، إنه التعامل الجميل في الطريقة. صحيح. يعني مثل ما قال فارس. طيب كيف يتكون الاختلاف؟ هذا محور. قبل أن نبدأ المحور هذا، مقطع وردك، ودي التويتر عي يفتح، يعني ودي كل واحد من جوالاتكم معكم. أنا جالس أفتح. كويس، في الهاشتاج أبي كل واحد منكم يقرأ لنا مشاركة من الجمهور. سم. من عندك يا شرور؟ طيب، شوربيت بدون 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 أي رقم صح؟ لا أتوقع شوربيت ثلاثة. لا ما في، لا لا بدون ثلاثة، قال سامي بدون ثلاثة، بدون أرقام، ما أدري، شوفوا أنتم الهاشتاج شو يقولون لك الأخوان في الكنترول، قالوا لي حنا حطينا هاشتاج
شوربيت ثلاثة ولا شوربيت؟ ما قالوا لي للحين. في موجود شوربيت ثلاثة اللي هو التجميل. خلاص خلنا في شوربيت ثلاثة. اقرا طيب اقرا المشاركات الحين. طيب كم؟ بالاحدث. نجي تقرون شباب احد بيقرا الحين؟ لا تفضل انت لما تقرا. اي ودي تقرا. طيب خلنا نشوف. وبعدها نبي نرجع للمحاولة. طيب. هنا فيه جوال. جميل هذا هنا سيمبل من حساب تقول الاختلاف شيء طبيعي وصحي. جميل. المشكلة في تقبل الاختلاف والتعامل معه. أنا أضم صوتي مع هذه التغريدة. جميل صحيح. جميل. طيب أقرأ التغريدة. تفضل. الأخت أو عندي أمل تقول الاختلاف شيء مهم في الحياة ويعتبر فطرة لنفس البشرية وشيء ضروري وعايشينه في حياتنا الطبيعية، والاختلاف دائما يسعى للأفضل. جميل جميل. تفضل. لا لا عندك فارس أو مجيد. مجيد أنا بعدك. أنا خلاص بأخذ الجوال. الأخت جمان تقول الاختلاف وارد في كل أمر، في المواضيع، في الآراء، في الرتب كما الحال بين الأنبياء. كلام جميل صحيح. جميل. بس إذا تسمحوا لي على بال ما تقرون هذه كذا نقول عندي مثال بس. تفضل. عطنا بس بعد ما تخلقون. طيب أفضل. بنختم معك. تمام. إسلم. هذه ضد يعني ضد الاختلاف ماذا أو تقول مثلا رشا من الأمور السلبية في الاختلاف أحيانا تقول أحيانا نتمنى أو أتمنى لو أن صديقتي نفس أفكاري وأسلوبي عشان تقل الهوشات بيننا. عرفت؟ نعم. مجيد. فارس قال يقر هذه. أنا لأنه جدا جدا لأنه هذه نفس الكلام اللي قاعد تقوله أنت. أيه. فأبشر. لا والله إذا ما تبيع عادي. ونعم والله ونعم سعود الشويرد يقول صح قرسمه صح. بعضهم يقروش أهلك على وجهة نظرك. يا أخي أنا مقتنع فيها. أنت قايل له اكتب الكلام اللي لا والله بس أنا حبيت زين مقتنع فيها وأشوفها صح. يعني لازم أكون مثلك ولا تكون ضدي. ترى الاختلاف واجب في سنة الحياة. طبعا أمزح أنا مع سعود وكلامه جميل. كلام طيب جميل. هنا فيه تغريدة من الأخت نورة تقول الاختلاف أدب والتعبير عن فن. والله تقرأ كلام جميل. واحدة هنا كل واحد تغريدة ولا تغريدتين ولا ثلاثة ما أعرف المدير هنا إدارة الحوار تخذ أنا أدير بعدها أيضاً التغريدات انتهت كل واحد قرأ تغريدة نبي نأخذ بعد شوي انتهى. طيب إحنا ما نبغى نأخذ من الوقت لكن أنت عندك تقول تعليق أخي إذا غلقت الوقت معنا في وقت معك وقت خذ النقاط اللي أنت حاط وبعدها ارجع للتغريدة. جميل. عرفت نبي الجمهور يشاركنا. طيب الشيء الثاني اللي هو كيف يكون الاختلاف. عادة احنا ذكرنا زي قبل شوي ان عادة الاختلاف يكون مثلا في الافكار في 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 الاشياء اللي ممكن اشبك انت ابغى اتحمس ابغى اتحمس يعني انا بديت اركد يعني اسلم. طيب كيف يتكون الاختلاف؟ الاختلاف قلنا يبدا من وجهات النظر، يبدا من اشياء كثيره، يبدا احيانا حتى في 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 ان الشخص ابداء الراي احيانا. انا مع الاشخاص اللي يقول لك يا انك معي يا اني ضدك في راي، بالعكس ان احيانا يكون انا معك الين تثبت لي او تجيب لي دليل. سلام. انت ما قدرت توصل معي الحل انك انت تثبت لي فانا ضدك. سلام. في الاختلاف انا اتكلم احيانا يكون له في وجهات النظر الكل له وجهه نظره صح ويختلف الوجهة النظر عن الاختلاف فيما يخص. جميل. أخيرا هذه النقطة بس اللي هي ذكرتها أنه في بعض الناس يعمل تحت قيادة مدير يرفض حتى إبداء وجهة النظر. يا سلام عليك. جميل. ففي ناس يعني مضطرة تحت وطأة يعني الحاجة للعمل والحاجة للأمور هذه عرفت كيف أنها تعمل وتشتغل عرفت كيف. في ناس يعني أنا أعرف ناس يمكن يعمل عند شخص له 5 سنوات حلو عنده إبداع وعنده فكر لكن مضطر يسمع توجيهات غصبا عنه حتى ما يبدي حتى رأيه حتى بعدين أصبح غير مبدع بسبب تحجير رأيه. يا سلام. نعم. طيب اسلم من بعد ودي ناخذ بلا لا والله كلامك بس بعدها نبي نرجع نشارك الجمهور باقي 5 دقائق نقطتين على السريع مرة. أحد أمثلة الاختلاف عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كان آمر الرسول عليه الصلاة والسلام بجيش اسمه جيش أسامة زين صح. علشان ينطلق إلى أحد المعارك بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام صار فيه مرتدين زين فوش جاء عمر بن الخطاب قال يا أبو بكر زين لا ينطلق هذا الجيش لأنه في حالة ضعف
أبو بكر وش يقول؟ يقول أنا ما أقطع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فيه. الآن كل وجهات نظرهم صح. هنا اللي يحكم دائما وشو؟ القائد. هنا لازم يصير ترى في شيء مهم جدا في الحياة. الآن حنا من القائد اليوم منيف. منيف ترى ممكن يقول كلام غلط. بس إنه أنا ما يحق لي إني أنا أبدي رأيي. أطرح له الأدلة العقلية. أحاول فيه. ما أقتنع به. إيه. وبالنهاية قد تكون رأي عمر رضي الله عنه رأي بكر كلهن صح. ولكن النتيجة صارت صح. الموضوع الآخر مثال حياتي على طول على القهوة. الآن إذا جينا إحنا نسوي كابتشينو شو نسوي؟ لازم تدخل الستم حق البخار في الحليب علشان تطلع لك رغوة مرة يعني كريمي فوم زين؟ فوشلون تطلع الرغوة اللذيذة؟ كل ما اختلف الحليب بشكل جيد لازم يبدا الحليب يبترم زي شكل كذا وبسريع علشان تطلع لك رغوة كويسة. إذا دار الحليب بشكل كذا فشلت الرغوة. إذا بدأ يقول كل حليب كذا خربت الرغوة. لازم يصير فيه خلاف مرتب. خلاف مرتب. يسعد لي مساكم. الله يسلمك. إذا خلنا نرجع للتغريدة. في هنا تغريدة جميلة آيتين مذكورة يقول قال تعالى من عند لمندا تقول وجادلهم بالتي هي أحسن وآية ثانية ويقول ادفع بالتي هي أحسن. فهنا خلنا نأخذ الكلمة الأولى اللي هي جادلهم بالتي هي أحسن. فهذا يدل أن المجادلة في شيء إذا كان يصب في مصلحة لأحسن فهو شيء مشروع وشيء مهم في الحياة. يا سلام. بس النقاش مع أشخاص حكيمين فكريا أحيانا يكون غير تغريدة عندك. طيب سمحوا لي أنا نقص منك. أنا بضرب مثال. إحنا معك ترى لين تقول بس أنا ودي باختصار شديد أوقات الاختلافات ممكن رأيك صح ممكن رأيي صح. أنا الآن ضربت مثال بسيط بس وسويت بسيليت أنه يكون جدي شوي. الآن أنت سعد وش تشوف؟ تسعة رقم تسعة ما طقطق انا بالله بشاشة المشاهدين هذه كم الان ايش تشوف؟ ستة. لا انا اشوف على جهتك تسعة. انا ابغاك تشوف على الجهة اللي انت تشوفها صح. ستة. ستة. انت ستة. انت عبد المجيد انا اشوفها تسعة وانت تسعة. طيب انا اشوفها بوجهة نظري انه هذه تسعة وانت تشوفها ستة. انصح وانا صح. يا سلام. في هذه النقطة احنا ما نتجادل تصير بيني وبينكم مشكلة. لكن لو احطها مثلا هنا كلنا نشوفها ستة كلنا نشوفها تسعة. يا سلام. في يعني اذا كان بيني وبينك اختلاف صح. انت في زاويتك ونظرتك لك زاوية وانا لي زاوية بس مو معناته ان انا غلط او انت غلط. صحيح. بس هذا مثالي كنت بقول. استاذ تحيه يا شباب قسم بالله هذا وانا مسخن اجل كانه ماني مسخن. عندك تغريده؟ عندك تغريده طبيعي ما تدري عندك تغريدات كثر يعني اهم شيء ما يصير في اختلاف. اهم شيء انت هذا كلامك صح. قصدي كذا انا بقرا اختلاف سلام. زد رصيدك حياتك. لا ما قرات. ندى الشهري تقول يرى البعض الاختلاف على انه عيب او عار يجب علينا التخلص منه وأنا أريدك أن تقتنع أنه ليس كذلك بل هو سنة. ندى الشهري. جميل. طيب عندي تغريدة هنا ما يحرك. عندك تغريدة؟ لا لا أيوه أسمعك. اللهم صل على رسول الله. الاختلاف من توقع لا شو غيره يعني إيه لين شو نهايته صح حين الاختلاف. شوف هذا صار الاختلاف عندنا مسرور. انا كنت بقرا قال لي لا بس اقنعتك انا واقنعني على طول شاف الحاجة لانه تعرف اللي يقرا البدايه بس ما يشوف النهايه. ايوه ما شفت النهايه. جيت الحمد لله واختلفت معه. الحمد لله الحمد لله اقنعني صار اختلاف هنا وانتهى نقاشنا بالموضوع هذا الحمد لله. بس بقول تغريده اخر تغريده. الاختلاف اللي يصير بيننا مهم يعني مستحيل نعيش بدون اختلاف لاننا بنصير زي بعض ونسخ بعض وبنحس بملل اذا كلنا على راي واحد. هذا جميل. حتى هذا زي اللي بدا فيها يقول لو الاختلاف في الاذواق لبارت يعني خربت يعني اخيرا نقرا اخر شيء. اخيرا نختلف لنتفق. يا سلام نختلف شكرا شكرا على موضوع الكراسي الجميل. اعطيتنا وقت اليوم ما شاء الله. شكرا على المتابعين بيضا.